في أجهزة الإنعاش الرئوي وتهالك المستشفيات الموجودة في بابل، فضلاً عن استخدامها جميعاً كمراكز وبائية وحرمان مرضى باقي الأمراض من تلقي الخدمات الطبية وأشياء أخرى بحسب خلية الأزمة، تعد ناقوس إنذار بخطر يلوح في أفق المحافظة، ما جعلهم يعولون على وعي المواطن حصراً لتجاوز الكارثة. بابل لا تملك بنى تحتية مثل باقي المحافظات المجاورة، لا توجد مستشفيات كافية لاستيعاب هذا الوباء. الحقيقة حاليا استخدمنا كل مستشفيات المحافظة، وهذا خطير جدا، لأن أيضا هناك حالات أخرى للأمراض السكري والجهاز الهضمي والأطفال والنسائية وكذا كذا. حقيقة لحد هذه اللحظة بابل تعتبر، أنا أعتبرها شخصيا بابل منكوبة بسبب عدم وجود الدعم اللوجستي والدعم الطبي من قبل الحكومة المركزية. الساحة السريرية محدودة بالمحافظة، مستشفياتنا كلها قديمة ومتهالكة، وقاعد يعني نواصل الليل والنهار من أجل توفير سرير أو سريرين للمرضى. يعني بسبب الازدحامات في الطوارئ بمستشفى مرجان اضطرينا إلى أنه ناخذ مركز الشهيد ماجد للجهاز الهضمي في سبيل زيادة عدد الأسرة الملحقة بالطوارئ. أخذنا استشارية الحلة التعليمي أيضا لاستيعاب الحالات الآن. يعني نأمل من المواطن التعاون مع دائرة الصحة من أجل السيطرة على الوباء. من جهتهم عد الناشطون ما تشهده المحافظة من زيادة في عدد الإصابات لا يمكن أن تكون حلوله بيد المواطن فقط، إذ يجب أولا الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة. الجوانب الإنسانية ما لجأت لها الحكومة، ما وفرت يعني من تريد تطبق الحظر الشامل، أكو ناس كسبها يوم، المفروض هذولا أنا أتناسب يعني أروح عليهم أقدم لهم اللي يريدوا حتى خلال فترة الحظر أضمن عدم خروجهم للشارع. هاي مسألة. المسألة الثانية، يعني اليوم احنا عندنا زيادة في عدد الإصابات، وبنفس الوقت يعني حسب ما نقرأ انه بابل الأولى بالوفيات بمصابي مرض كورونا. يعني اليوم المستشفيات أصبحت طاردة للمريض للمصاب أكثر ما هي مستقبلة. بنفس الوقت لازم المواطن يكون شريك بتطبيق الحظر وإجراءات الحظر. يعني إذن هي مرحلة حساسة تعيشها محافظة بابل، ترى خلية الأزمة أن الكلمة الفصل فيها للمواطن، فإما أن يلتزم وتتخطى المحافظة مرحلة حرجة، وإما أن تخرج الأمور عن سيطرة المؤسسة الصحية. من بابل، إيمان محمد، العراقية الأخبارية.